فمذكرة داخلية لإيلون ماسك تحدث صدمة واسعة. باختصار، ماسك يعترف بأن قيمة تويتر الحقيقية 20 مليار دولار، أي أقل من نصف الذي دفعه في صفقة الشراء قبل 6 أشهر. طبعاً هذه المذكرة تأتي في إطار خطة إغراء يقدمها إيلون ماسك لمنح أسهم للموظفين، لكن في جانبها الآخر تقدر قيمة الشركة بعشرين مليار دولار فقط. هذا التقييم الصادم يأتي بعد الفوضى الشاملة التي عقبت استحواذ ماسك على المنصة من تسريح موظفين ومغادرة العديد من المعلنين الكبار للمنصة. على كل حال، سنتعرف أكثر على خلفية هذه القصة معك علاء. إليك. منح الأسهم للموظفين ربما هي خطوة من ماسك للاحتفاظ بالمواهب وطمأنتهم بعد موجات متتالية من تسريح آلاف الموظفين بخلاف الهلع وحالات الاستقالات الجماعية داخل الشركة. ماسك أخبر فريق العمل أن الشركة مرت بتغييرات جذرية لكنها ضرورية، حيث كانت على بعد 4 أشهر فقط من الإفلاس. تستخدم طريقة منح الأسهم عموماً لتحفيز الموظفين، هي فرصة لشراء الأسهم التي لا يمكن بيعها حتى وقت محدد، وقد تدر ربحاً جيداً إذا ارتفعت قيمة الشركة بشكل كبير. وكان ماسك سبق واعتمد هذا النموذج نفسه مع شركته سبيس إكس. في الوثيقة الداخلية يقول ماسك إن الطريق إلى تقييم تويتر بأكثر من 250 مليار دولار صعب لكنه واضح، وهو ما يعني ارتفاع قيمة الأسهم بقدر 10 أضعاف. من الكويت ينضم إلينا الخبير التقني رولاند أبي ناجم. رولاند، أهلا بك معنا في مساء العربية. رمضان كريم. يعني قيمة تويتر تبلغ 20 مليار دولار، أي أقل من نصف القيمة التي اشتراها ماسك، 44 مليار دولار دفعها قبل 6 أشهر. ما سبب هذا الانخفاض الحاد في قيمة تويتر، وهل انسحاب المعلنين هو السبب الرئيسي؟ أول شيء مساء الخير سهام، مساء الخير نادين، ومساء الخير لك المشاهدين. هذا الانخفاض اللي عم نحكي عنه هلا هو منه انخفاض جديد، وهذا كان السبب الرئيسي اللي كان بوقت إيلون ماسك عم يجرب يتراجع عن الصفقه. هو قال هو انه هذا المبلغ اللي كان بده يدفعه 44 مليون دولار اكبر بكثير من قيمه الشركه، بس لانه وقتها رجع انفرض عليه يرجع يشتريها لتويتر، فرجع اشتراه. هو عارف انه هذا الموضوع اشتراه بخساره، وحتى في مره احدى التغريدات اللي هو اعلن عنها اجى قال انا اشتريت لاول مره بشتري بدفع 44 مليون دولار حق ان جي او، يلي هي ان جي او مؤسسه لا تبتغي الربح. فقال اكثر من مره انه تويتر هو كمان عم بيكلف خسائر كثير كبيره، فهو منه شيء جديد. بس هلا اذا بدك هذه الوثيقه تسربت، مثل ما هلا في كثير اشياء عم تتسرب من داخل تويتر بسبب طرد عدد كثير كبير من الموظفين. شفنا اليوم كمان في تسريب للسورس كود، او اذا بدك برمجيات تويتر موجودين على الانترنت، وكانوا كل العالم صار عندهم اكسس عليهم. يعني هو رولان ما عم بحمل موظفي تويتر جميله انه صار اقل من نص سعره تويتر؟ لا لا، هو اللي عم يجرب يعني هو شغله واحده. تويتر هلا حاليا عنده اشكاليه كثير كبيره بموضوع الكاش فلو. شفنا في دعاوى على تويتر بموضوع انه ما عم بيقدر يدفع اجارات المكاتب، شفنا طرد عدد كثير كبير من الموظفين، شفنا انه كان تويتر من فتره اعلن انه ماسك عم يخسر 4 مليون دولار باليوم الواحد. فكل هذا الموضوع كل ما يخفف اذا بدك تكاليف عليه وانسنتيف ويدفع معاشات كثير كبيره، وهيك طرد عدد كثير كبير من الموظفين، فيعطي انسنتيف او موتيفيشن للموظفين الباقيين. اجى قال انه انتم بتاخذوا هالاسهم على امل هالاسهم بعد فتره معينه بيرتفع اسعارهم، انتم بتقدروا تعملوا ارباح كثير كبيره. طيب، هذا النموذج نفسه استخدمه ايلون ماسك في شركه سبيس اكس، لكن السؤال يا رولان، الى اي مدى هو نموذج مربح ومرن في تويتر كموقع تواصل اجتماعي؟ هذا النموذج هو في اذا بدك في مخاطر كثير كبيره، بس بنفس الوقت بيعتبر ايلون ماسك عم بيقول للموظفين يا كلنا بننجح سوا يا كلنا بننجح سوا. هو من فتره سابقه اعلن انه نحن هذه المنصه ممكن بمحل معين تسكر اذا ضل الوضع هيك،
وشفنا ايلون ماسك الاسبوع الماضي راح على تويتر شاف اغلب الموظفين مش موجودين، بعتهم انذار انه يا ما كنتوا تشتغلوا من المكاتب يا رح تنطردوا. فهو عم يجرب يخلي اذا بدك الموظفين يكونوا انفولد ومعنيين بهالشركه، مش بس الموظفين عم بيقبضوا معاشات، عم بيجي يقول لهم يا نحن بننجح سوا يا نحن عم نغرق. طيب بعد هالفتره اللي مضت وبعد استحواذ ورئاسه ماسك لتويتر، هل يمكن القول عن خاسر اكبر من هذه الصفقه؟ نتحدث عن المستخدمين ولا موظفين تويتر؟ من الخاسر الاكبر بينهم؟ أنا برأيي بعد استحواذ إيلون ماسك على تويتر الكل عم يخسر، يعني إيلون ماسك خسر أموال كتير كبيرة بهذه المنصة، في كتير موظفين خسروا أشغالهم من وراء طرد أغلبية الموظفين، حتى العالم بسبب طرد الموظفين صار تويتر إذا بدك منصة أكثر عم تستعمل بخطاب الكراهية، وما بقى عم يقدر ينعمل كنترول أو ينعمل مودريشن على المحتوى، صار المحتوى بشكل سيء وما حدا عم يقدر يعمل له كنترول. فصارت اذا بدك منصه خاصه من كل النواحي، زيد عليها موضوع الاشتراكات الشهريه، كمان موضوع الفيريفيكيشن بلو فيريفيكيشن، يلي هي اي شخص اوريدي عنده بلو فيريفيكيشن سابقه هذا الاسبوع رح تنشال، والا المفروض يدفع $8 لترجع تنزل. واو، هاي نقطه كثير مهمه كمان، يعني رح نحكي فيها ممكن بحلقات تانية. شكرا جزيلا لك من الكويت الخبير التقني رولان أبي نجم، شكرا لك.